السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. علاج الاسهال الاخضر عند الدواجن. عادة ما يكون الاسهال في الدجاجة علامة على وجود خطأ ما، حيث تتطور هذه المشكلة من خلال مجموعة متنوعة من الظروف. ومع ذلك فمن المهم الانتباه إلى شكل ولون الإسهال عند الطائر، لأنه اعتمادا على لون الإسهال سيكون من الممكن معرفة ما هو المرض الذي يصيبهم. والإسهال له العديد من الأسباب ويعتمد على المشكلة التي يمكن أن يتخذها في مجموعة متنوعة من المظاهر. لذلك في هذه الحلقة احنا هنتحدث مع بعض عن الأسباب المحتملة للإسهال الأخضر في الدجاج وما يجب عليك فعله حيال هذه المشكلة، وفي الاخر ان شاء الله هنقول لكم كل الطرق اللي ممكن نعالج بيها الاسهال. اولا، اسباب الاسهال الاخضر في الدجاج. هناك بعض الامراض التي تسبب البراز الاخضر المائي في الدجاج. اذا كنت تعمل في تربية الدجاج وتواجه هذه المشكلة حاليا، انتبه لما يلي، حيث سنذكر اكثر الامراض شيوعا التي تتسبب في الاسهال الاخضر عند الدجاج. اول حاجة، انفلونزا الطيور. يحدث تأثير كبير جدا من انفلونزا الطيور، والفيروس بتاعها بينتمي لعائلة كبيرة وخطيرة جدا من الفيروسات، وبينتقل هذا المرض من خلال الطيور المصابة الاخرى والاعلاف الملوثة والمياه الملوثة بالافرازات او المعدات او الاواني المصابة او عن طريق الهواء. الاعراض الاكثر شيوعا للدجاج مع تأثير انفلونزا الطيور: الاسهال الاخضر الزاهي، فقدان الشهية، التهاب العرف والدلايات اللي هي طبعا في الطيور البالغة، ويعني تلاقي حول العينين كده في حاجة غريبة، شكل غريب، وانتاجية منخفضة للبيض، وفي مرض نيوكاسل. هذا المرض ناجم عن فيروس الباراميكس وهو معدي للغاية. اكثر اشكال العدوى شيوعا هي من خلال افراز الطيور. الاعراض الرئيسية للدجاج مع مرض النيوكاسل بقى هي كما يلي: اسهال اخضر يظهر في شكل نقص في تناول الطعام، ومشاكل في التنفس زي السعال واللهاث وبحة في الصوت، وعادة ما تضع الطيور رؤوسها بين ارجلها او تلوي رقبتها كده، نلاحظها مش طبيعية. وباء الكوليرا برضو بيجي مع اسهال اخضر. وباء الكوليرا ده مرض تتسبب فيه بكتيريا تسمى بكتيريا الباستوريلا، وشديد العدوى، يمكن ان يسبب وفيات عالية جدا في الدجاج، وهو الشكل الاكثر شيوعا لانتقال المرض هو من خلال الدجاج المريض الذي يلوث المية والغذاء والاعشاش. كما يمكن ان يصابوا بالعدوى عندما تنقر دجاجة سليمة على جثة حيوان مصاب بالكوليرا قبل كده. فالاعراض الرئيسية للكوليرا: الاسهال الاخضر، صعوبة في التنفس، فقدان شهية، فقدان الوزن سريع، وخفض انتاج البيض، والدلايات قد تتحول الى اللون الاحمر وتكون ساخنة عند لمسها. علاج الاسهال الاخضر بقى عند الدواجن عموما، بعد ذلك لازم ناخد بالنا ان احنا لما نيجي نتكلم عن العلاجات لازم نتكلم عن الاجراءات في البداية اللي بناخدها لمكافحة الاسهال الاخضر. لازم نعالج انفلونزا الطيور لو هي انفلونزا طيور، وفي لقاحات زيتية ميتة ممكن تكون فعالة في الوقاية من انفلونزا الطيور، وبتقلل المرض عند الإصابة بتاعة الطيور. لما يكونوا عندهم انفلونزا طيور بنلاحظ ان المرض بيقل بالتدريج كده، ويفضل الاعتماد في التحصين على سلالة الفيروس المتوطنة في المنطقة. يعني تاخد بالك من الموضوع ده، يكون فيه دكتور بيطري، طبيب بيطري معاك بيساعدك في حال المشكلة. علاج نيوكاسل بقى: حاليا لا يوجد علاج لمكافحة نيوكاسل بالتحديد، لذلك من الافضل تحصين الدجاج للسيطرة على مرض النيوكاسل علشان ما يجيش اصلا. يجب تكرار اللقاح عدة مرات خلال حياة الطائر، ومنها يمكن علاج الاسهال الاخضر او اصلا منعه، ومنع مرض النيوكاسل اللي بيجي معاه اسهال اخضر. يوصى باللقاح الاول خلال الايام الاربعة الاولى من العمر او من الفرخ بسلالة B1. يتم اجراء اللقاح التالي بين 4 ل 12 اسبوع من حياة الطائر مع سلالة لاسوتا. خلال هذه الفترة فصاعدا يجب تحصين الدجاج بسلالة لاسوتا كل 3 اشهر. الكوليرا بقى ازاي ممكن نعالج الكوليرا ونتخلص من مشكلتها اللي بتتسبب في اسهال اخضر للطيور بتاعتنا؟
لو لقيت ان الدجاج بتاعك فيه كوليرا الطيور فعليك انك تستخدم فورا السلفة. يمكنك ايضا استخدام ادوية زي انروفلوكساسين وحاجات تانية لعلاج المرض، وبرضو قم بتوفير هذه العلاجات لجميع الطيور الخاصة بك لمدة 5 ايام. وبرضو يجب عليك انك تحقن الطيور بادوية وامصال مهمة جدا بجرعات يقول لك عليها الطبيب البيطري علشان تتخلص من المشكلة تماما. في توصيات بقى لعلاج الاسهال الاخضر، ودي الاهم. عادة ما يكون الاسهال الاخضر في الدجاج من اعراض بعض المشاكل الصحية التي يمكن ان تهدد حياة الطيور، لذلك اذا لاحظت ايا من الطيور عنده اسهال اخضر فمن الافضل طلب المساعدة من طبيب بيطري. دي اول خطوة تعملها لعلاج الاسهال الاخضر عند الدواجن في الوقت المناسب. من المهم برضو اجراء التطهير في المكان بشكل مستمر جدا. لو عندك انت دلوقتي برد وشتاء لازم الشمس تكون موجودة على طول في المكان علشان خاطر تحافظ على المكان نظيف من اي فيروسات او اي بكتيريا او اي حاجة. الشمس بتقتل ده كله، تمام. وبرضو لازم نمنع الطيور من الاصابة بالمرض ده مرة تانية بعد كده عن طريق النظافة المستمرة بقى للاكل والشرب وبقايا الاكل وبقايا الزرق، والمية تكون نظيفة باستمرار وما يكونش فيه حشرات ولا بكتيريا متعفنة ولا الجو مكتوم لما نقفل عليهم وغاز امونيا والكلام ده كله. وبرضو للتبخير ممكن نستخدم مثلا كيس واحد من الفيركون، الفيركون اس. الفيركون اس ده نستخدم منه كيس لعشرة لتر من المية، تمام. او يمكنك ايضا استخدام 10 سنتي من الفانودين مقابل 20 لتر من المية. الفانودين مقابل 20 لتر من المية. ولازم نغسل الادوات الخاصة بالطعام والشرب جيدا ونطهرها مع وضع زي ما قلنا الشمس عليهم لعدة ساعات من اجل قتل الميكروبات المتسببة في الاسهال الاخضر. ولازم نعزل اي من الطيور اللي تظهر عليه الاعراض فورا لحد ما علاجه ينتهي تماما ويبقى سليم وما فيهوش اي حاجة، ونستنى كمان كام يوم بعدها علشان لو فضل فيه الفيروس ولا حاجة ما يعديش باقي الطيور جوه، يعني يتعافى بشكل تام وجسمه يخلو تماما من الفيروس علشان بعد كده لما ندخلهم مع بعض ما يعني ما يحصلش عدوى وانتكاسة مرة اخرى، لان الاصابة بالمرض مرتين حاجة خطيرة جدا. لو كانت مثلا انفلونزا طيور ده انت لو الطيور بتاعتك صحيت منها يبقى حاجة عظيمة جدا ونادرة لما بتحصل. لو كوليرا برضو خطيرة، برضو في امراض خطيرة لو اتصابوا بها مرتين مش هيستحملوها، فلذلك لازم نحافظ عليهم من العدوى للمرة التانية. ده كان فيديو النهاردة، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، وتعمل تعليق على الفيديو باي مشكلة بتواجهك في عالم تربية الطيور، واحنا هنكون بالمرصاد في اقرب وقت بنرد عليك. ولو حتى الامر لازم ان احنا نعمل فيديو جديد اكيد هنعمله، ونشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.